للمرة الأولى منذ عقود دخل شارع المتنبي ومبنى القشلة العريق المطل على ضفاف نهر دجلة في بغداد ضمن قائمة الأماكن التي تقصدها الأسر العراقية مساء وتحديدا في ليالي رمضان ليوفر فسحة ثقافية وترفيهية مسائية تبدأ بعد ساعات الإفطار وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى. أجواء رمضان كلش جميلة، وتفاجأت بكثرة الحضور، يعني هذا دليل على أنه الناس بخير وشعب العراقي بخير، ويا ربي يعود على العوائل العراقية بالخير والبركة، وإن شاء الله دائما إحنا متجمعين ثقافيا واجتماعيا. هنا يجتمع العراقيون من كل مكان دون موعد ليستمتعوا بمجموعة من الفعاليات الثقافية الرمضانية وجولات مسائية لم تكن مألوفة سابقا، منها معارض تشكيلية وفوتوغرافية وبازارات للحرف اليدوية، فضلا عن عروض متنوعة للأناشيد والمعزوفات تستطيع سماعها أينما كنت. أكيد هو الشعب العراقي هو شعب محب للحياة ويحب يعيش الحياة بكل تفاصيلها، ومثل ما تعرفون رمضان إلى نكهة خاصة يعني في العراق وفي الدول العربية. بعد الإفطار تكون أجواء جميلة بغدادية في شارع المتنبي، ونحن طلاب هذا الشارع منذ 25 عاما وأكثر. مشهد استطاع إعادة الحياة لهذا المكان ليلا عبر أمسيات رمضانية لم تنقطع طوال أيام عن صرح عريق عرف بالثقافة والمعرفة والفن، وعرف على مدى سنوات ماضية بصخبه وضجيجه في النهار فقط. محمد فاضل الغد، بغداد.